بطارية السيارة من الأجزاء الأساسية داخل المحرك، وهي المسؤولة عن تشغيل المحرك وتشغيل بعض الأجهزة الكهربائية داخل السيارة. إذا كانت البطارية فارغة الشحنة، إما لانتهاء عمرها الافتراضي أو في حالات توقف السيارة لمدة طويلة، لن تستطع تشغيل المحرك. في هذه الحالة يمكنك شحن البطارية مؤقتاً وتشغيل المحرك إلى أن يتسنى لك استبدال البطارية بأخرى جديدة. لشحن البطارية مؤقتاً، اتبع الخطوات التالية: تأكد من حمل المفتاح الإلكتروني عند توصيل كابلات التوصيل، لأن نظام التحذير من الممكن أن يعمل تلقائياً. قم بتوصيل طرف توصيل البطارية الموجب بسيارتك. قم بتوصيل طرف توصيل البطارية الموجب بالسيارة الثانية. قم بتوصيل طرف توصيل البطارية السالب بالسيارة الثانية. قم بتوصيل طرف توصيل البطارية السالب بسيارتك. اطلب من سائق السيارة الثانية تشغيل محرك سيارته وزيادة سرعة المحرك قليلاً، مع الاحتفاظ بنفس المستوى لمدة 5 دقائق تقريباً. بعدها قم بتشغيل محرك سيارتك. بمجرد بدء دوران محرك سيارتك، قم بفصل كابلات التوصيل بعكس ترتيب توصيلها. تأكد من إعادة غطاء حماية إصبع البطارية. اغلق غطاء المحرك.